صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. في ناس كتير لحد دلوقتي وأمهات وأبهات كتير جدا من مشاهدينا مش عارفين يفرقوا ما بين الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي. يعني إيه؟ يعني والله أنا عندي دور برد بس أنا مش عارفة هو مطول معايا ليه؟ هو ليه أخد الشكل ده؟ ده قاعد معايا الكحة قاعدة معايا بقالها 3 أسابيع، بقالها شهر ما بتروحش، عملت كل حاجة، يعني وصلت للعطار، يعني أنا وصلت لمراحل تانية. طيب أفرق ما بينهم إزاي وأنا قاعدة دلوقتي وبتفرج على الفقرة دي أطلع منها عارفة والله دي الأعراض بتاعة الالتهاب الرئوي ودي الأعراض بتاعة الالتهاب الشعبي. طيب هل أنا مسموح لي كحالة إن أنا أشخص نفسي ولا لأ؟ ولا أشوف الأعراض دي أتحرك؟ طب إيه الحاجات اللي ممكن تخلي البرد العادي لما أهمله يوصل للمرحلة دي؟ حاجات في عاداتنا مثلا اليومية أو أهملته بصفة عامة، قلت أنا لا ما أخدش أدوية، ما بعملش أي حاجة، في ناس كده من الناس لا بتوع إحنا ما بناخدش أدوية، فدول بيوصل معاهم الأمر لده وللأسف ممكن يبقى على المدى البعيد يسيب أثر. طيب كل ده هنعرفه أكتر عشان ما كترش عليكم أكتر من كده، نضيف فيه اللي دايما بيسعدني وبيشرفني وبيغدق علينا بمعلومات أول مرة دايما بنسمعها وبنطبقها وبنحاول نمشي على خطاه، دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والبطنية والمستشار الطبي لشركة AMD. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا بيك، ازيك؟ مرسي جدا ليك. أول حاجة دكتور كده بنتكلم عامة على الفرق ما بين الالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي، وبرضو قبل ما نتكلم على الفرق ما بينهم هنقول بصفة يعني ستريت فورورد جدا وواضحه جدا، هل من حق اللي بيتفرج ده بعد ما يشخص نفسه يدي لنفسه العلاج، يروح للصيدلي يقول له والله انا عندي كذا 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 وعرفت ان انا عندي كذا 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 ومش محتاج اروح للدكتور؟ طيب هو مبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان مفيش حاجه بتوصل لالتهاب رئوي او التهاب شعبي بسرعه. تمام. لابد ان بيبدا الموضوع من الصفر زي ما بيقولوا كده، من السلمه الاولى. طيب ايه ممكن تكون السلمه الاولى في حاجه زي كده؟ احنا مبدئيا احنا معرضين اكتر لانواع الالتهابات على الجهاز التنفسي السفلي عموما في اختلافات الفصول او في انتقالات الفصول زي اللي احنا فيها دلوقتي، وبالذات لو كان في فيروس نشط، او بننوه على ان في فيروس في دلوقتي يا جماعه موجود زي فيروس مخلوقي، وده شغله كله بيبقى او اغلب شغله بيبقى بيضطر ان هو في اقصى حالاته يعمل التهاب رئوي او يعمل التهاب شعبي. تمام. طيب مبدئيا كده لو حابين نوصل يعني نفسر الموضوع عباره عن كالاتي، انا دلوقتي بفرض ما ان انا واقف على الترابيزه دي. تمام. الترابيزه دي انا واقف على قبل حافه الترابيزه بحاجه بسيطه. تمام. طيب جالي شويه ريح، شويه هواء، حد زقني، الطبيعي ان انا لو واقف على حافه الترابيزه هقع منها اكيد، لكن لو انا واقف في نص الترابيزه مش هقع منها، متزن، هبقى متزن حتى لو رجعت برجلي لورا خطوات، لكن مش هقع من الترابيزه. اوكي. فبالتالي وقعتي من الترابيزه هو ده المضاعفات الحاده اللي احنا بنتكلم عليها. اما رجوعي لورا ان التعب بيحاول يوصل معايا لنقطه معينه بس مش قادر يجيب معايا. طيب هنرجع بقى للانسان. تمام. انا عندي برد بيجي لي، طيب انا موقف الجهاز المناعي مني ايه؟ لو الجهاز المناعي بتاعك قوي يبقى انت كل اللي هتعمل انك هترجع خطوتين لورا. اوكي. اللي هو نظام اعراض البسيطه، البرد، السعال، ارتفاع درجه الحراره، كحه بسيطه. ولكن لو انا واقف على حافه ترابيزه يعني ما عنديش مناعة أو مناعة قليلة، يبقى أنا هقع، هوصل لدرجات الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي. تمام. طب يبقى إذا لاحظنا من وسط الكلام إن الجهاز المناعي ده مهم جدا. طيب مين اللي يقوي الجهاز المناعي؟ ما هو السؤال رقم 2، أنا طيب أنا محتاج الجهاز المناعي يبقى عندي قوي، وأعرف إزاي إذا كان عندي ضعيف ولا قوي؟ مبدئيا لابد إنك تعرف إن الجهاز المناعي حاجة بتستنفذ، يعني لو جالك بمعنى صح جرح في اصبع ايدك انت بتستنفذ الجهاز المناعي بتاعك، لو جالك دور برد انت بتستنفذ الجهاز المناعي بتاعك. طيب بنزوده بايه؟ احنا بنزوده بفيتامينز كتيره. أوكي. بس احنا محتاجين نركز على 3 فيتامينز اللي هم الاساسيين، فيتامين الف ودال والاوميجا 3. طب ايه اللي خلاهم اساسيين يا دكتور؟ انه بيمثلوا من 60 ل 70% من الجهاز المناعي. وده رقم رهيب. طب هنفرض ان الجهاز المناعي عندي وحش، ان انا ما باخدش زيت كبد الحوت، ما باخدش الكولوسيز اللي يعتبر مكوناته. أيوة. هي دي الفيتامين الف ودال والاوميجا 3. طيب نركز بقى النقطه دي. طيب احنا جهاز المناعي عندي ضعيف، فبالتالي هبدا ابقى عامل زي اللي واقف على حافه الترابيزه. طب جالي برد، البرد تطور بقى التهاب، التهاب مسك الجهاز التنفسي العلوي. مظبوط. اهملته. بدا ينزل على صدري،
هنا بقى التهاب الرئوي او التهاب الشعبي. طب ايه الفرق بينهم ازاي؟ من اسمهم التهاب شعبي يعني ماسك الشعب الهوائيه. اوكي. اما التهاب رئوي ده ماسك الرئه كلها. الالتهاب الشعبي هو بيبقى عدم قدره الرئه انها هي اللي تاخد الاكسجين من بره. لكن الالتهاب الرئوي عدم قدره انه يسلم الاكسجين للدم. ايوه. فبالتالي في فرق رهيب بين الاثنين. اه فرق رهيب. احنا عندنا عايزين نقول لك ان من ضمن الحاجات ان الالتهاب الرئوي ما دام تم تشخيصه ايوه حاجه من الاثنين، ويمكن اكثريتها ان هو الطفل الشاب يعني الكبار السن او الطفل بيبقى ادمتد، يعني بيبقى هوسبيتاليزيشن، بيبقى خلاص مرحله ان هو لازم يتحجز في المستشفى. طبعا. لان بوصل ان بيبقى حتى الرئه مليانه سوائل وقيح رهيب، فبالتالي ما ارتفعش في درجه الحراره. فبالتالي ده محتاج فلويدز، محتاج انتيبيوتكس عاليه، محتاج متابعه بصفه دوريه على مدار اليوم. طيب بالنسبه لي الالتهاب الشعبي، التهاب الشعبي ممكن ابقى كونتامينيتد، اقدر احتويه عن طريق انواع معينه من مضادات الحيويه، انواع معينه من الحقن، انواع معينه من مضادات الالتهابات. بس برضو مش جلسات انا البخار اللي بشخصها بعملها لنفسي. طبعا الطبيب المختص. لا طبعا. الطبيب المختص. ولكن انت ليك دور مهم جدا في القصه اللي زي دي. ايه هو بقى؟ انك انت تكون واقف فين في الترابيزه دي؟ في نص الترابيزه ولا في اخر الترابيزه؟ انا كحاله، انا كفرد، انا كشخص بتفرج عليا دلوقتي بشوف ابني قدامي بيروح المدرسه وبيرجع مدرسه، بشوف والدي موجود وبياخد والدتي بتاخد ادويه سكر وادويه قلب وادويه ضغط، واوريدي عندها المناعه ناقصه، ان الاكستريم كل شخص في العيله بقى واقف فين؟ ممتاز. في الترابيزه. طيب انا لو هقدر اخد اوميجا 3 وفيتامين الف وفيتامين د اللي هي مكونات رئيسيه لزيت كبد الحوت اللي هو الكولوسيس، انا كل ما بره بقف في السيف سايد، يعني ببقى ما بقفش على حافه الترابيزه، لا سواء الشعبي او الرئوي، يعني هو هيفيد الاثنين؟ هيفيد الاثنين طبعا. ده احنا عايز اقول لك كمان انت اثرت نقطه كويسه قوي، يعني حتى وانا اثناء الالتهابات دي او شاكك ان الكولوسيس هينفعني، لان الكولوسيس في القصه دي علاجي مع انه وقائي. الاثنين يعني طبعا الاثنين. فاذا بقول للشخص اللي هو اوريدي عنده اطفال او عنده كبار السن، طب انت بتركز على الشباب ليه يا دكتور؟ شوفي احنا في دايما المناعه دايما عندنا عباره عن كيرف، ودايما بنقولها في كل حلقاتنا، اعلى الكيرف بتاعه اللي هو الياس اللي هو الشباب. الشباب. طيب وزي ما بيقولوا الطرفين بتوع الكيرف والفئات العمريه الصغيره هو الاطفال وكبار السن. وكبار السن. ولكن لا مانع انك انت تبقى حتى مع انك شباب لكن تعرضت لكذا خبطه تخلي جهاز المناعه عندك قليل. ده بالعكس برد متكرر. معظم الشباب دلوقتي اللي بقى عندهم امراض، احنا ما كناش زمان نسمع عن مثلا شباب في الثلاثينات يكون عندهم الامراض دي وبيبقى عندهم ضغط وسكر. وده دليل على ان الحياه بتاعتنا اختلفت عن زمان. دي حقيقه. طيب يبقى اذا الكولوسيس في القصه دي مهم لكل الفئات؟ اه مهم لكل الفئات. كوقايه وكعلاج. كوقايه وكعلاج، حتى وانا في عز دور البرد اللي عندي او دور الالتهاب اللي عندي، هو مهم جدا لان يحتوي على اوميجا 3 ودي مضاده للالتهابات. كتير مننا بندي، ويمكن ان دلوقتي الاهل المريض بقى ناصح جدا، يا دكتور انت هتديني كورتيزون؟ اه الكورتيزون مهم في حالات معينه. اوكي. اه الكورتيزون بنستخدمه في حالات معينه، بس انا مبسوط من سؤالك انك عارف ان الكورتيزون ليه مساوئه وليه فوائده. ولكن حاجه زي الاوميجا 3 هي مضاده للالتهابات زي الكورتيزون برضه، بس ملهاش اضرار الكورتيزون. تمام. اه بتستخدم في اوقات كثيره جدا. والكورتيزون ليه اوقاته الخاصه بيه جدا اللي هي في حالات معينه، ولكن خلي الكورتيزون ده للاطباء هم اللي يحددوا الميعاد. ولكن الاوميجا 3 لك الحق انك تقدر تستخدمها، اللي هي مكون رئيسي من مكونات الكولوسيز. اوكي. طيب وفيتامين دي؟ طب انا ممكن اخد اوميجا 3 بس، ايه المشكلة؟ طب ايه بقى مش محتاج انا فيتامين دي؟ ممكن كده انا عندي اوميجا 3 في البيت. اه هو بيتفرج عليا دلوقتي. طب انا هاخده. تمام. طب لا ودي؟ انا عايز اقول لك بقى هنا في وقفة. اصل دي معادلة. ممتاز. بجرعات معينة يعني. هي معادلة. لابد ان فيتامين دي هو بيرفع لك مناعة الجهاز التنفسي اللي انت خايف من الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي. دي نقطة. فيتامين الف هو اللي بيقوي لك وبيخلي لك خلايا كرات الدم البيضاء اكثر فعاليه، هو اللي بيقلل لك البرد والانفلونزا بنسبه من 30 ل 35%. تمام. من هنا ظهرت اهميه كلمه زيت كبد الحوت. اه غير زيت السمك. ما هم بقى بيتلخبطوا في الجزئيه دي، لا مش عارفين يفرقوا ما بين الاثنين. ده انت لازم، ده في فرق كبير بين الاثنين. زيت كبد الحوت اللي هو معروف في مصر باسم الكولوسيز. اوكي. هو عباره عن فيتامين الف ودال والاوميجا 3. لكن زيت السمك واي سمكه في الدنيا، ايوه، هو عباره عن اوميجا 3 فقط لا غير. اوكي. في حين ان انا محتاج الثلاثه، لا اما هتقدر تاخد اوميجا 3 لوحدها وفيتامين د لوحده وفيتامين الف لوحده. انا دخلت في 6-7 كبسولات في اليوم. دي حقيقه. بحيث ان انا لو قدرت ان انا اخد جرعتي على حسب سني، يعني مثلا لو جينا نقول من سن سنه، سن سنه باخد الكولوسيز لحد 8 سنين باخد كبسوله واحده في اليوم. طب ده مش هيعرف يبلعها يا دكتور.
ثانيه واحده، ما هي كبسوله جيلاتينيه رخوه. أيوة. يعني بقدر افضيها على اي حاجه بيحبها، اكل او شرب. تمام. طيب فوق 8 سنين، من 8 سنين فما فوق هاخد كبسولتين في اليوم. تمام. طب لو انا كنت سن كبير وعندي مرض مزمن وعندي برد، وسهل جدا إيه؟ ان صدري يتحول لالتهاب شعبي. سهل جدا يتحول لالتهاب رئوي، لا انا هاخد 3 كبسولات. ثلاث كبسولات لحد حتى ما الفتره بتاعت المرض بتاعتي تعدي، واقدر اخليها كبسولتين في اليوم، مفيش مشكله. بس شوفي اهميه الكولوسيز، ان انا بديه 3 كبسولات لان جسمي محتاج. طبعا دايما لما اجي استثمر في جسمي في المكمل الغذائي، استثمر في جسمي دي مهمه طبعا جداً. غير لما استثمر في جسمي في المضادات الحيويه صح والكيميكالز. لان الكيميكالز دايما بتديني بنفيتس، لكن في ديس ادفانتج، في عيوب هاخدها، عشان هم شايفين دلوقتي ان شايفين ان المضاد الحيوي هيعمل تاثير من بكره. انا طبعا هنام اصعب، ابقى افضل، تاني يوم ابقى افضل، تالت يوم خلاص راح من عندي. اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. يعني انا دلوقتي خدت الموضوع وخدت قلت المضاد الحيوي، دايما اقول لكل ام حتى بقول لها في بدايه ابنك، انا بخليه عافر في الاول، بخلي المناعه يبقى الحرب شغاله. عندي الحرب تخلص في 3 ايام، لما تخلص في 5 ايام انا ببقى مبسوط. طب ليه؟ لان اوريدي ابنك بقى قوي اكتر، بقى عنده سياسه انه يعرف يهاجم ازاي الفيروس. هو المكمل الغذائي الكولوسيس في القصه اللي زي دي بينجح في النقطه دي، ان بيخليك الدفع بايدك، ما بيخليش حد يجيبه من بره خارجي يدافع مكاني. تمام. فبالتالي هيخليني انا اركن على جنب. صح. مناعتي الجسديه لا تقول لها طب لو سمحت خليك على جنب كده، انا كمضاد حيوي انا هشتغل لك يا سيدي. تمام. طب انا هلاقيك فين تاني؟ ده غير ان انا خدت مقاومه من المضاد الحيوي. عشان كده يمكن ما ينفعش اكرر المضاد الحيوي بتاعي نفس المضاد لمده 6 شهور لحد ما جسمي ينساه. خلاص انتي باديز بقى. طبعا. فبالتالي يا جماعه انا فكره ان انا استثمر في المكمل الغذائي، الكولوسيس في القصه دي بينجح في الاستمراريه. يعني اقدر استمر بيه، اقدر استمر بيه، مش لازم. هنا بقى جزئيه مهمه جدا يا دكتور. اتفضلي. دكتور مصطفى، في ناس هتقول طب الجرعه بتاعه فيتامين دي او فيتامين اي او الاوميجا 3 اللي موجوده في كولوسيز كافيه ان هي تكون علاجيه وليست وقائيه فقط ولا لا؟ طيب هو مبدئيا ان احنا بنتكلم على ان لو في نقص عندي مثلا في فيتامين دي او نقص في الاوميجا 3 او خلافه للالتهاب مثلا الشعبي والرئوي، تبقى علاجيه ولا وقائيه؟ لا طبعا هي علاجيه بالنسبه لنا بدرجه كبيره جدا، ووقائيه انها بترفع الجهاز المناعي. أكيد. ده احنا عرفناه، ده اكيد. لكن علاجيه، انا عندي الاوميجا 3 بتعالج الالتهابات. الالتهاب طبعاً. الشعبي والالتهاب الرئوي ده التهابات، اكيد دي نقطه. طيب انا عندي الفيتامين د بيحاول يحسن وظائف الرئه، اوريدي عندي في الاثنين وظائف الرئه بتبدا تقل معايا، التنفس بيبدا يقل، الاكسجين بيبدا يقل، ففي كلتا الحالات انا محتاجهم جدا. بل ان لو تلاحظي في ايام كورونا كوفيد 19 كانت لاين اوف تريتمنت. ليه؟ لان كان لازم الصرف للمريض، كانت وظائف الرئه كانت بتتاثر في النقطه اللي زي دي. فكان فيتامين دي بيساعدني بطريقه جامده جدا، وده بيدي اهميه لزيت كبد الحوت عن زيت السمك العادي. خلي بالك، لان بيحتوي على فيتامين دي اللي انا محتاجه في تحسين وظائف الجهاز التنفسي، في تحسين وظائف الجهاز الهضمي. الجسم كله بيتداعى، الجسم كله بيقع معايا وقت ما بيحصل الصدمه، بعد الصدمه، بعد طبعًا العدوى طبعًا او بعد الاصابه. اكيد. طب انا بتعامل ازاي مع جسمي بعد الاصابه لو انا عندي مرض مزمن؟ انا دلوقتي مثلا دلوقتي سيده وعندي ابن صغير، وعندي مثلا امي برعاها او بابايا برعاها او حاجه. ابني الصغير ما بعد العدوى هديله جرعه ايه؟ وما بعد العدوى لامي او لابي بديله جرعه شكلها عامل ازاي؟ احنا بعد العدوى عموما للطفل احنا بندي زي ما قلنا كبسوله في اليوم لو كان من سن سنه لثمان سنين. تمام. فوق 8 سنين بدي كبسولتين، طب وايه لازمتها؟ إيه اول حاجه الطفل بيخرج من اي عدوى جهاز المناعه بتاعي قليل، ده رقم واحد. رقم اثنين بيخرج من العدوى ومنهك جسديا ومنهك نفسيا، حاجات كتير قوي الكولوسيس بيقدر يغطيه للنقطه زي دي، وبالذات ان انا محتاج، خلي بالك الطفل بعدوزاته كان في سن المراحل الدراسيه محتاج ينزل المدرسة. طبعا مفيش، ده بتستنى يومين ثلاثة إذا كانت بتشتغل، فهي محتاجة مش قادرة تاخد أجازة من شغلها. طبعا. ده غير النقطة التانية، هي بتنزله اوريدي في جسمه، هو ما تمش الشفاء بصفة كاملة، وده خطأ طبعا، احنا لابد من ننوه عنه. أكيد. فدي نقطة الكولوسيس بيقدر يساعد معايا، بيديني الطاقة الحيوية والنشاط، ده هينزل بره، هيخرج للعالم الخارجي، يعني جسمه ضعيف معرض ان يلقط اي حاجه من بره. ده غير انه هيبذل مجهود. صح. طفل في الاول وفي الاخر هيجري مع اصحابه، هيعمل الكلام ده كله، فبالتالي مهم. طب وكبار السن؟ ايوه، هو بيخرج من العدوى منهك بطريقه غير عاديه. ده غير انه بيبقى في مرض مزمن زي ضغط السكر والكلام، كل ده بيزود الانهاك اكتر. فالكوميجا 3 بتديني 4 أضعاف الطاقه اللي انا محتاجها، كل الكلام ده طبعا بتفرق معايا. نورتني يا دكتور مصطفى ودايما منورنا، والحديث بقي ان شاء الله. واشكرك شكرا جزيلا. شكرا.
بشكر دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.